يوماً بعد يوم مزيد من الأمراض الجلدية المعدية تسجل بين النازحين السوريين المتواجدين في عكار، خصوصاً أن الصرخات والتحذيرات التي أطلقت مراراً لمعالجة مخاطر انتشار هذه الأوبئة لم تجد أذاناً صاغية لدى المعنيين. فبعد موجات الجرب والليشمانيا سجلت الأيام القليلة المنصرمة أكثر من 30 إصابة عند أطفال نازحين يقيمون في ملاجئ تابعة لمفوضية الأمم المتحدة في بلدة خربة داوود العكارية. حتى الساعة لم تعرف ماهية هذه الإصابات، خصوصا وأن لا أطباء يتابعون هذه الحالات أو يسعفونها، لكن ما بات مؤكدا هو أنها معدية وتتطور بسرعة نتيجة غياب الرعاية الصحية الضرورية والسكن الملائم. يعني ابنك عم تاكل جسمه قدامك وما عم تحسن تعمل له شيء. شو يعني شو الدواء شو الاساس ما بعرف. ما حدا عم يساعدني ابدا. انا من لما جيت قلت لنا رطوبه اكلتني انا ولاولادي، حرام عليكم طفل كام عمره يوم عم يتنشا هذه الجرثومه، حتى هلا تيني كبرت شو ذنبهم اولادي حتى تنشأوا رطوبه حتى وصلت لهالحاله انا وياهم. انا اجيت ما فينا شيء، اجيت انا واولادي ما حد ساعدني بشيء. كم عيلة انتم؟ نحن هلا تنتين عائلتين مضرين اكثر شيء. الكل منصاب بهالحالة؟ ما حدا عم بيجي لعندكم حدا عم بيقدمكم مساعدات؟ لا لا لا، بيجوا بس وبيروحوا، مرهم معطونا، معقم معطونا، كله على حسابنا. وتغذية هيك؟ لا ما عاد شفنا شيء. من المي اللي عم توصل لعندهم بالغرفة بالرطوبة. انتوا شوفوا الغرفة الرطوبة اللي لعندهم، الحمامات عم تنزل المي لعندهم. كيف قادرين عايشين بتوعهم؟ طيب عايشين لأنه من القلة، يعني ما في محل غير هالمحل. نتفاجأ بشي مرض غريب، مرض جلدي بيطلع بوجه الولد وبيبلش ينتشر بكل جسمه. فحكينا الأمم المتحدة وغيرها، ما حدا رد على القضية بالمرة. فاليوم نحن منطالب وزارة الصحة اللبنانية أن تتخذ الإجراءات اللازمة والضرورية لحماية اللبنانيين من هالأوبئة اللي ممكن أنها تصير بسبب هذه الجرثومة. نحن رح نتصرف تصرف ثاني وقتها، رح نقطع الطريق على الأمم المتحدة وما رح نمنعهم يفوتوا آخر بالدول أو ياخذوا السوريين معهم. نحن منا مجبورين نتحمل هذه الأوبئة وعلى فكرة تنتشر وتصير عنا. وتبقى وجوه هؤلاء الأطفال وأجسادهم التي نهشها المرض خير دليل على الإهمال الرسمي المتفشي، خصوصا أن ليس لهذه العائلات النازحة من معيل سوى رب يحميها.